تحت شعار الوطن محتاج جميع الهمم، بيتم تنظيم هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، واللي بيتم إقامته في جامعة بنها تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العالي. عايزين نعرف تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور ناصر الجزاوي، رئيس جامعة بنها. دكتور ناصر، صباح الخير يا فندم. اهلا وسهلا استاذة منى، استاذ محمد، صباح الخير على حضراتكم وصباح الخير على مصر. يا اهلا بيك يا فندم. في البدايه عايزين نعرف في البدايه اصلا يعني ايه هاكاثون، ونتعرف من حضرتك على ابرز ما يشتمل عليه فعاليات هذا الهاكاثون. اسمح لي استاذ محمد بس في البدايه اقول ان جامعه بنها حريصه على توفير مساحه مناسبه وبيئه محفزه للابتكار والابداع. احنا داخل الجامعه بنعمل على توجيه افكار اولادنا الطلاب، خصوصا المبتكرين والنوابغ من المطورين والمبرمجين وصانع المحتوى وغيرهم، ليكون في السياق الصحيح اللي يعود لهم بالنفع عليهم شخصيا، واللي بيخدم المشاريع القومية وبيساعد على الاستثمار في المعرفة وتحقيق رؤية مصر 2030. حقيقة الجامعة في إطار تنفيذها كمان للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، واللي أطلقها معالي الوزير الدكتور محمد أيمن عاشور العام الماضي، بيتضمن أحد مبادئها تشجيع الابتكار. وإحنا بننظم الهاكاثون الثالث، هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم، زي ما حضراتكم تفضلتم وقلتم، تحت شعار الوطن بيحتاج لجميع الهمم، مع اثنين من شركاء النجاح. الأول هو مركز إبداع مصر الرقمية، والثاني هو الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الهمم. أما الإجابة عن سؤال حضرتك، هاكاثون هو لقاء بيجمع المبرمجين والمطورين وصانع المحتوى ومصممي الجرافيك والمهتمين عموما بمجال تكنولوجيا المعلومات حول هدف واحد، للوصول لحلول مبتكرة من خلال التطبيقات التكنولوجية. طيب لما نيجي نتكلم عن الجامعات اللي بتشارك في الهاكاثون لتقنيات الناشئة عشان تمكين ذوي الهمم، عددهم كام؟ والجامعات مشاركة بفرق ولا مشاركة بأفراد؟ أستاذة منا، في 30 فريق تأهلوا للمستوى النهائي بيمثلوا 20 جامعة، وهناك جامعات مشاركة بفريق واحد وتتدرج للمشاركة بأكثر من فريق بيصل لثلاث فرق للجامعة الواحدة. نعم. طيب طبيعة المشروعات يا دكتور ناصر عبارة عن إيه؟ والتحكيم المسابقات بتكون عاملة إزاي أو المنافسات بتكون عاملة إزاي؟ حقيقة أستاذ محمد إن محاور الهاكاثون ثلاث محاور: الصحة والرياضة والتعليم والتوظيف والإتاحة والترفيه. وحقيقي أعمال الطلاب بتتضمن مشاريع تخرج، كون الطلبة بعض الطلبة المشاركين في السنوات النهائية سواء في كليات الهندسة أو كلية الحسابات والذكاء الصناعي، مشاريع مبدعة حقيقي بتتضمن أعمال الطلاب تطبيقات موبايل بتساعد ذوي الهمم في التعليم والتعلم، كمان محو أمية غير المتعلمين منهم. هي شفت كمان من أعمال الطلاب المشاركين حلول تكنولوجية لتحويل لغة الإشارة إلى صوت مسموع. كمان شفت وأنا بتابع الفرق حقيقي وشغلها في الجامعة أو في مركز إبداع مصر الرقمية، تطبيقات تكنولوجية لاكتشاف أعراض التوحد مبكرا في الأطفال. ده إلى جانب بقى يعني حاجة مبهرة، أنا شفت أحد الفرق بتقدم وسائل تكنولوجية بتساعد ذوي الهمم في التدريب الرياضي، كرة اليد اللي بيمارسوها على كراسي متحركة باستخدام إنترنت الأشياء، يقدر يوصل الآلة المساعدة دي بالعجلة اللي عليها اللاعب، وتقدر تقذف له الكرة ويقدر يتدرب دون مساعدة أحد. ده إلى جانب بقى طبعا ألعاب إلكترونية مبهرة شفتها حقيقي تتناسب مع العديد من التحديات اللي بتواجه ذوي الهمم. احنا بنتكلم هنا في ان الطلاب من ذوي الهمم ولا الطلاب بيستهدفوا ذوي الهمم، ولا الفرق موجود فيها طلاب من ذوي الهمم وطلاب اخرين؟ لا، الطلاب حقيقي كل الفرق بتستهدف تقديم خدمات تكنولوجيه لذوي الهمم، هم طلاب عاديين في مستويات دراسيه مختلفه، لهم خلفيه علميه مختلفه، مش شرط ابدا يكونوا كلهم في تخصصات العلوم التكنولوجيه والهندسيه، لكن كل البرامج وكل السيم بتاع الهاكاثون بيستهدف تطبيقات ذكيه تخدم الاشخاص ذوي الهمم. طيب هل احنا عندنا في النهايه مشروع واحد هو اللي هيفوز؟ بالطبع احنا عندنا مخصصين جوائز، خمس جوائز لكل محور. الجائزه الاولى مخصص لها مبلغ 10,000 جنيه، والجائزه الثانيه 8,000 جنيه، والجائزه الثالثه 6,000 جنيه، والجائزه الرابعه 4,000 جنيه، والخمسة 2,000 جنيه، والنهارده اليوم الختامي ان شاء الله الاعلان النهائي عن المراكز الخمسه لكل فريق ان شاء الله. لكل مجال يعني كل مجال فيه خمس جوائز، لكل مجال من الثلاثه فعلا يا استاذ محمد فيه خمس جوائز.
طيب مين اللي هيبقى الشريك اللي يقدر ينفذ؟ يعني احنا اتكلمنا عن الجوائز واتكلمنا عن الجوائز المادية، لكن الجوائز بقى القدرة على التطبيق، هل وارد ان يحصل او يتعمل بروتوتايب الشباب يشتغلوا عليه ويتم وجوده في الاسواق فعلا، او براءات الاختراع يعني وبراءات الابتكار وتسجيلها؟ هي هايل يا استاذه منى كلام حضرتك. فعلا احنا بنستهدف ان الطلبه دول يكون في نماذج اوليه لافكارهم دي، وانه يبتدوا يشتغلوا على افكارهم دي عشان يستثمروا في الفكر ده ويتحول لنموذج اولي او يتحول لشركه ناشئه صغيره يبقى استثمارهم في المستقبل ان شاء الله. اكيد عظيم. طيب دكتور ناصر الجزاوي رئيس جامعه بنها، بنشكر حضرتك جزيل الشكر.